بسم الله الرحمن الرحيم. شعبنا العظيم، على امتداد ربوع الوطن العزيز، جنودا لشعبنا الاوفياء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحيه والتقدير لجماهير شعبنا العظيم الذي صبر وتحمل اصعب الظروف، ضاربا اروع الامثله في التكاتف والتضامن والوحده. الشكر والتقدير لجميع الدول الشقيقه والصديقه، ونخص منهم المملكه العربيه السعوديه والولايات المتحده الامريكيه. الشكر والتقدير للامم المتحده وبعثتها في السودان، والاتحاد الافريقي والايجاد، واللجنه الرباعيه، لجميع المنظمات الاقليميه والدوليه والمحليه. نثمن عاليا جهود القوى الوطنيه السودانيه من الاحزاب وحركات الكفاح المسلح والتنظيمات المهنيه والشبابيه والعماليه. تحيه وتقدير واجلال لجميع نساء السودان الصامدات الصابرات، لقد تحملنا هذه المعاناه بصمود وعزيمه. نتاسف ونعتذر لشعبنا عن الاذى البدني والنفسي والاقتصادي الذي سببته هذه الحرب، والتي لم نخطط لها ولم نسعى إليها، والتي خضناها مجبرين للدفاع عن أنفسنا وتخليص بلادنا من غضة النظام البائس الذي دمر حياة السودانيين، ولتحرير شعبنا من سيطرة السودان القديم الذي أورثنا الظلم والاستبداد. نتأسف جدا للأحداث الدامية التي دارت في مدينة الجنينة، وترحم على أرواح جميع المواطنين الأبرياء الذين راحوا ضحايا الصراع القبلي، كما نترحم على روح الفقيد خميس عبد الله أبو بكر والي ولاية غرب دارفور الذي قتل بطريقة وحشية. ندين بشدة اغتيال الوالي خميس عبد الله أبو بكر، ونحن قمنا خلال اليومين الماضيين بإجراء اتصالات مكثفة في مدينة الجنين لتهدئة الأوضاع، معرفة ملابسات هذه الحادثة، وتحصلنا على المعلومات الحقيقية، ومع ذلك شرعنا في تشكيل لجنة تحقيق داخلية تذهب فورا إلى الجنينة للتغسي حول الحادثة، ومستعدين للتعاون مع أي لجنة تحقيق مستقلة بهذا القضية. كما تعلمون أن ما حدث في الجنينة من قتال لم يكن مستغربا بالنسبة لنا، لقد حذرنا منه كثيرا، ولدينا كافة المعلومات حول عمليات التسليح التي تمت من قبل استخبارات الجيش ولجميع الأطراف في الولاية من أجل إشعال الفتنة. إننا نمتلك المعلومات والأدلة الكافية لعمليات التجنيد لأبناء القبائل التي تمت، والنمر العسكرية التي تم توزيعها عشوائيا للقبائل ضمن الخطة الخبيثة لإشعال الحرب القبلية في دارفور، والجنينة كانت هي البداية. وإننا بسبب الصراع بين المكونات القبلية في الجنينة أمرنا قواتنا هناك بعدم التدخل والبغاء بمواقعها، والتزمنا بهذا الأمر، ولكن الإنقلابيين شاركوا في تلك الأحداث بالدبابات والأسلحة الثقيلة هي موجودة لدى المواطنين، وبعضها تم حرقه داخل الأحياء، هو دليل مثبت لإدانتهم. إن معالجة أسباب وجذور هذه الحرب التي خضناها الآن يجب أن يكون عبر إيجاد حل شامل للأزمة الوطنية التي واجهها السودان منذ الاستقلال، والتأسيس لدولة المواطنة والحقوق المتساوية. هذه الحرب ستكون حدا فاصلا لأحد الوصايا والظلم وعدم الاحتراف بالآخرين. نحن جميعا سودانيين، يجب أن نحترم بعضنا البعض ونحترم تنوعنا واختلافنا. لا مجال اقتلاع السلطة بالانقلابات العسكرية مثل ما كان يريد أن يفعل البرهان وعصابته، فالسلطة للشعب والوطن لله وللجميع. رسالة لشرفاء القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، ضباط وضباط صف وجنود، يجب أن تعلموا أننا معكم صفا واحدا ضد سيطرة النظام البائد على القرار في القوات المسلحة. أننا ضد الظلم والفساد الذي تمارسه قيادة القوات المسلحة. رسالة إلى القوى السياسية والمجتمعية، حركات الكفاح المسلح، الموقع على السلام وغير الموقع، نحن هدفنا واحد وعدونا واحد، هو الذي يريد إعادة دولة التمكين والمحسوبية. ليس لنا عداء مع أحد، نمد أيادينا بيضاء للجميع، حتى الذين يعادوننا نحن نحترمهم، فالوطن لا يبنى بالعقاد والكراهية. إلى أشياء الدعم السريع، وصولكم بحماية السودانيين ورأس حقوقهم وحرماتهم ومساعدتهم وحفظ الأمن والاستقرار، عدم التهاون والتساهل مع المجرمين المخربين. نحن اليوم نواجه تحدي عظيم وقضية وطنية مصيرية ليس لها ارتباط جهوي أو ايديولوجي. نواجه دولة عميقة استباحت حقوق هذا الشعب، تحكمت في مفاصل الحياة، ورثتنا الفقر والجوع والمرض والنزوح، فرقت بيننا على أساس اللون والدين والقبيلة، وزرعت بيننا الفتن والأحقاد والكراهية. لا نشك أبدا أنكم قدر المسؤولية، أنكم قدمتم أنفسكم رخيصة من أجل رفع الظلم من جميع السودانيين. لقد علمتم هؤلاء الانقلابيين الفاسدين المعنى الحقيقي للشجاعة والصبر والصمود. وإلى شباب والشابات مشاعر الثورة المجيدة، هذه الحرب رغم غزاوتها إلا أنها سوف تكون جسرا للوصول إلى أهداف الثورة، وأهمها كنس آثار المجرمين من الانقلابيين والفلول، وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية تلبي طلبات شعبنا.
نجدد التحية والتقدير للأبطال أشارس الدعم السريع المنتشرين على امتداد ربوع الوطن. نهنئكم بالانتصارات العظيمة التي تحققت في معارك اليرموك وشرق النيل وأمدرمان وشمال بحري ومدافور. رحبنا أيضا بالهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة، ولكن لم يلتزم بها الحلول من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وإصلاح المرافق الخدمية خاصة محطات المياه والكهرباء والمستشفيات. نشكر المملكة العربية السعودية على استضافة مؤتمر المانحين، وشكر لكل المشاركين في هذا العمل الكبير الذي يهدف إلى مساعدة شعبنا والعزة والمجد لشعبنا العظيم. النصر حليفنا بإذن الله، وعلى السودان حرا أبيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.